خلية لحل الأزمة التي أوعز بتشكيلها رئاسة الجمهورية والوزراء، وصلت قضاء الطوز واجتمعت مع جميع الأطراف وتوصلت إلى اتفاقات بينها تشكيل قوة مشتركة من الشرطة والحشد والبيشمركة وإطلاق سراح المحتجزين وتعويض المتضررين. لغرض تطويق الأزمة وكبت الفتنة التي اندلعت في قضاء طوز خرماطوخ، شكل السيد رئيس الوزراء خلية أزمة، واليوم جينا إلى مدينة طوز لغرض إنهاء الموضوع، وحقيقة توصلنا إلى نقاط جوهرية مهمة جدا، منها تشكيل قوة ثلاثية بإشراف الشرطة المحلية تتولى عملية استتباب الأمن وخروج جميع القوات الأخرى إلى خارج قضاء أو إلى خارج مدينة طوز، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا وهي البدء فورا، وبدأت العملية فعليا بإطلاق سراح المحتجزين من كلا الطرفين، بالإضافة إلى تقديم إلى مجلس الوزراء بضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بجميع الضحايا من جميع الأطراف. قيادات تركمانية في الحشد الشعبي أكدت على الاتفاق على 70% من الخلافات، مطمئنة مواطني الطوز بانتهاء الفوضى. أنا من هذا الموقع أعلن بأنه 70% من الإشكالات الموجودة انحلت، والأمور الخلافية الأخرى يتم تدارسها من قبل اللجان لنصل إلى الحل. الاطمئنان اللي نوصلها ونبعثها من هذا المكان ولأهالينا بأنه الكل جادين في استتباب الأمن ورجاع منطقة طوز خرماطوخ إلى حالتها الطبيعية. قيادات في الجيش العراقي شددت على ضرورة محاسبة المتسببين بالمشكلة، فيما أكد مستشار رئيس الجمهورية أن القوى الثلاثية ستلاحق جميع المتجاوزين أيا كانت هويتهم. أكو من يريد يعكر هذه اللحمة، أكو من يريد يمزق هذه اللحمة، يجب أن يفرز من بيناتنا، ويجب أن يأخذ الجزاء القاسي اللي هو يكون بالقانون. لجنة سياسية مشتركة لهذا الغرض، وكذلك لجنة عسكرية وأمنية لهذا الغرض، لغرض تشكيل دوريات مشتركة لتهدئة الأوضاع الأمنية المتشنجة في القضاء. أي شخص خارج عن القانون سيستهدف من خلال هذه اللجنة بغض النظر عن مكونه. إدارة القضاء أكدت أن هذه القوة مؤقتة لأن المشكلة أكبر من ذلك، مؤكدة أن تفعيل وتوسيع الشرطة وحده يمكن أن يسيطر على الأوضاع، وأن وكيل وزير الداخلية وعد بدعم القضاء. عند حدوث الأزمات يجب أن يكون هناك قوات مشتركة، وهذه القوات المشتركة ليس مستمرة وإنما لحل الأزمة الحالية. ونعم يعني لازم يجب أن يفعل الشرطة، القوة الشرطة تتقوى وتساند وتعزز. احنا هاي اللي اتفقنا عليه مع حتى ممثلين عن وزارة الداخلية، السيد وكيل وزارة الداخلية، بأن الشرطة يتعزز ويتقوى وفق القانون. سوران الداودي، الحرة، كركوك.